بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور علي أحمد الجارم، أستاذ الأذن والأنف والحنجرة، كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. إحنا النهاردة بنحضر فعاليات مؤتمر راينو إيجيبت رقم 25، والحمد لله الجهد المبذول فيه جهد جميل جدا ومحمود من الدكتور رضا كامل، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني جامعة القاهرة. هو الحقيقة اللي منظم هذه المؤتمر من 25 سنة، وكان لي الفضل الأول في الانتظام العمل فيه. المؤتمر السنة دي في العديد من الأساتذة الأجانب والضيوف الخبراء من جميع أنحاء العالم في جراحات الأذن والأنف والحنجرة وأمراضها، وكذلك الحضور من جميع أطباء الأذن والأنف والحنجرة بجمهورية مصر العربية والدول العربية وبعض الدول الأجنبية. والحقيقة ده بيبقى تجمع علمي جميل جدا بيفيد كل الناس، حتى اللي بيحضر من الأجانب بيستفاد، لأن هو بيشوف خبرات الآخرين، حتى إن كان هو عالم في مجاله، إنما هو بيشوف مجالات أخرى قد إن هو ما ياخدش باله منها. كمان بيستفيد إنه بيشوف مصر وبيتفرج على جمال مصر، وده بتبقى أكبر دعاية لمصر إن شاء الله في الخارج. وجميع الناس بتحترم هذا المؤتمر العظيم اللي احنا كلنا الحقيقة بننتظره من العام للعام، لأنه بيبقى بمثابة عيد وفرح لجميع أعضاء أذن وأنف وحنجرة في مصر والوطن العربي والعالم أجمعاً.